فكك وبطل هبط بطل عبط لسه بتصرخ سمع صوت الصدى طل تتمي خلفي الشنص نط تحلم معزه وتتصدق لما تبقى عايش في الخليج حياتك نوعا ما روتينية شوية تروح المدرسة تخرج آخر الأسبوع مفيش أي حاجة مثيرة للاهتمام فاهم بس يشاء القدر إن بسبب ظروف خارج عن إرادتك ورد اللي حواليك إن أنت تيجي مصر ولما جيت مصر كنتش لاقي حاجة أعملها غير الراب طب اتجاملوا بعض لأجل الفلوس بتنفعوا بعض لأجل الشهرة والظهور وانا افضل انبح في صوتي لحد ما يبلعني اكبر حوت ان امثالكم مش هيسوا نكله من غير مهندس الصوت انا بصلك واللي خلاني ابدا اكتب انه ما كنتش لاقي حد اتكلم معاه ما كنتش لاقي صحاب لسه جاي البلد منظر مرعب المنظر مرعب بس نايس حلو كان يومي كله في البيت في الاوضه قاعد بسمع بيتس وحاول اطلع حاجه فاهم ماشي موجه ذره ما اكتشفت الذره ولسه بتبالغ وانت مش بالع بس للاسف انا مش لاقي وانا مش سامع انا بتيجي مش راجع يا مفيش حاجة ممكن توقفني ان انا اكتب غير لو انا مثلا عندي بلوك او حاجة فاهم بس ده يعني على قد ما اقدر بحاول ان هو ما يحصلش عشان بحس ان انت طول ما انت بتكتب كل يوم وبتروح للاستوديو بصفة مستمرة مثلا انا رصيت البيت فايه تعالى نديها تيجي كده اللي هو نوعا ما دماغك بتشتغل أسرع في حتة الكتابة دي فبحس إن أنا كده لو مبسوط هكتب أو لو في حور أو لو في يوم طويل مثلا أنا رجعت البيت بس ما يعني ايش تو مستنى اخويا جاي بصراحه حاسس قرايبي برضه كده كده جايين في ناس جايه من اسوان برضه انا دخل حد كلمني فاهم عن النت قال انا جاي لك من نوبه فاهم اللي هو ده هيركب قطر 16 ساعه عشان يجي لي حفله فاهم خطة الله فاهم مين بس اللي هيكره اخش اقف بسرعه بس يلا تمثيلي على الطاقه اخي تاني بيتقاصه عايزين في كده وانا يعني كأحلام ما عنديش حاجات خزعبلية قوي بس وانا يمكن من وانا عندي 14 سنة وانا بحلم ان انا اعمل حفلة في اسوان وتبقى حفلة كبيرة اللي هو حفلة مصر كلها تتكلم عنها فاهم اللي هو ده منير ده جهان ولا ايه فاهم فيمكن ده حلمي وزي اي شاب يعني فاهم نفسي ان انا يعني يبقى عندي بيت واللي هو ابقى بعمل الاسره يعني فاهم فتره من الفترات واكبر مخاوفي ان ابقى محاط بناس بتعطلني دي اكثر حاجه ممكن ترعبني يعني انا دايما بحس ان انت محتاج تبقى محاط بناس الطاقه بتاعتها حلوه وفي نفس الوقت بيعملوا حاجه يعني فاهم مش قاعدين على القهوه